أهلا بحضراتكم. الآن نكمل تغطيتنا اللي بدأناها مع حضراتكم منذ ساعات الصباح الأولى للانتخابات الرئاسية 2024. اليوم يكتب المصريون تاريخا جديدا في عمر هذا الوطن. يخرج المصريون لاختيار من يرونه مناسبا لقيادة هذا البلد لست سنوات قادمة. فرئيس مصر القادم لديه الكثير من الملفات الداخلية والخارجية خلال فترة حكمه. تخرج جموع الشعب المصري وعلى مدار 3 أيام في 11,631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبإشراف قضائي تام، بإشراف 15,000 قاضي، وبمتابعة ورقابة من العديد من المنظمات المحلية، بواقع 62 منظمة بيمثلها 22,340 متابع، وأيضاً منظمات دولية بواقع 14 منظمة بيمثلها 220 متابع، وبتغطية إعلامية واسعة دولية من 115 وسيلة صدر ليهم 528 تصريح للعاملين بها، وأيضاً المحلية من 70 وسيلة إعلامية صدر ليها 4218 تصريح للعاملين بها. نستكمل مع حضراتكم تغطيتنا المستمرة لحظة بلحظة.